نبدأ حبايبي ونقول بسم الله. أنا هشتغل بخيط سلسلة وهشتغل بإبرة مقاس 4 مليمتر، ينفع تستخدمي 4.5 وينفع تستخدمي كمان 5 حسب سمك الخيط اللي هتشتغلي بيه، وينفع تشتغلي بخيط مكرمية مصري أو خيط إيطان وخيط كليم أو خيط خيش. هنبتدي ونعمل عقدة بداية. عقدة البداية دي هنعمل عليها، دي هنحسبها سلسلة وهنعمل عليها 18 سلسلة، يعني المجموع الكلي هيبقى معانا 19 سلسلة. هنبدأ نسيب أول سلسلة وهندخل في التانية دي على طول ونعمل غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها برضو على طول هندخل فيها ونعمل غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو. هنفضل شغالين غرزة حشو لحد آخر السطر. انا كده خلاص خلصت السطر كله بغرزة الحشو، هاجي هنا في اخر غرزة اللي هي كانت عقدة البداية وهشتغل فيها 3 غرزة حشو. ادي اول غرزة، تاني غرزة، وتالت غرزة في نفس المكان. كده انا عملت هنا 3 تزايد في نفس المكان. هنشد الخيط بتاعنا ده جامد جدا وهنمشي بيه تحت الشغل، هناخده معانا عشان ننظف الشغل بتاعنا واحنا ماشيين. اول فتحة بتقابلني هنا بعد التزايد هعمل فيها غرزة حشو، واللي بعديها برضو هعمل فيها غرزة حشو، وهمشي لحد اخر السطر بغرزة الحشو. انا كده خلاص خلصت الدور كله بغرزة الحشو. هنبتدي اخر سلسلة في الدور دي، هنرتفع سلسلة وهنلف الشغل بتاعنا ونشتغل في اول غرزة بتقابلنا تحت الحلقتين، هنشتغل غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها تحت الحلقتين برضو هنشتغل غرزة حشو. هنكمل غرز حشو لحد ما نوصل لـ3 تزايد اللي احنا عملناهم في نص الشغل. هكمل لحد هنا وهنرجع مع بعض. انا كده خلاص خلصت لحد ما وصلت للتزايد بتاعنا اللي هو 3 غرزة حشو. التلاتة دولت هنبتدي نشتغل في كل غرزة هنشتغل فيها 2 غرزة حشو. ادي اول غرزة هنشتغل فيها تزايد 2 في نفس الغرزة، واللي بعديها برضو هنشتغل 2 تزايد 2 في نفس المكان، والتالتة هنشتغلها برضو 2 في نفس المكان. يعني كده انا كان معايا 3 غرز بقوا 6 غرز عشان الدايرة توسع معانا. بعد كده هنكمل باقي الغرز دي كلها غرز حشو، في كل غرزة غرزة واحدة بس. كده حبايبي خلاص انا خلصت لحد اخر السطر، هنرتفع سلسلة ونلف الشغل بتاعنا وهنشتغل برضو غرز حشو تحت الحلقتين لحد ما نوصل للتزايد. ادي اول غرزة حشو، تاني غرزة حشو، لحد ما توصلي للتزايد اللي هنتزايد فيه. كده انا وصلت للتزايد، هعمل في اول واحدة بتقابلني هنا هنعمل 2 غرزة حشو. ادي اول تزايد بنعمله 2 في نفس الغرزة. الغرزة اللي بعديها على طول هنشتغلها فردي، يعني غرزة واحدة بس. اللي بعديها هنشتغلها تزايد 2 في نفس المكان، واللي بعديها هنشتغلها فردي، واللي جاية تزايد. يعني انا هشتغل كده 3 تزايد في الدايرة دي. بس كده انا كده كملت التزايد بتاعي. بعد كده هنشتغل غرز حشو، كل غرزة فيها غرزة واحدة بس. المهم ان انت في الدايرة دي في النص دايرة تعملي 3 تزايد. هنشتغل لحد ما نوصل هنا بغرزة الحشو.
انا كده اشتغلت لحد ما وصلت هنا، ده اخر السطر معايا. هبتدي ارتفع سلسلة ونطلع للدور اللي بعده، هنلف الشغل بتاعنا وتحت الحلقتين هنشتغل غرز حشو لحد ما نوصل للتزايد. انا كده اشتغلت لحد ما وصلت للتزايد، هنبتدي نعمل هنا 2 غرزة حشو يعني اول تزايد، وهنشتغل 2 فردي هنا وهنا، هنشتغل فردي. ادي غرزة حشو واحدة، واللي بعديها برضو غرزة حشو واحدة. هنشتغل بقى بعد كده التزايد بتاعنا اللي هو 2 في نفس المكان. بعد كده هنشتغل 2 فردي، بعد كده هنشتغل تزايد، وده كده تالت تزايد معانا، وايه اللي جاي كله بعد كده هنشتغله فردي. المهم ان انت تعملي 3 تزايد. انا كده خلاص خلصت الدور كله، المفروض ان انا ارتفع سلسلة والف الشغل واشتغل غرز حشو لحد ما اوصل للتزايد اللي جاي. بعد كده هنعمل التزايد بتاعنا وهنسيب 3 غرز فردي ما بين كل تزايد، والدور اللي بعده هنروح لاخر الشغل ونرتفع سلسلة وهتسيبي 4 فردي، وهكذا كل دور بتسيبي غرزة حشو ما بين الغرز زيادة يعني. انا هكمل وهنرجع مع بعض. انا كده كملت لحد ما وصلت عدد القطع دي، قطعة زي ما انت عايزة طبعا المقاس اللي انت عايزاه. انا عملت 6 ادوار يعني 12 سطر. هقيسهالكو الطول بتاعها عامل 19 سنتي، ده الطول، والعرض بتاعها عامل 15 سنتي. طبعا لو عايزة ترتفعي اكتر من كده عشان تكبر معاكي هتبقى كويسة طبعا، مفيش مشكلة. ولو عايزة كمان تصغريها عن كده برضو هتبقى كويسة. انا هبتدي امشي السطر ده كله بغرز الحشو وهرتفع سلسلة، وفي نفس المكان هنشتغل غرزة حشو. في نفس المكان اللي انت اشتغلتي اخر غرزة حشو بتشتغلي فيه تاني غرزة حشو، وهتمشي السطر ده كله بغرز الحشو. هنا هتدخلي تحت الحلقتين دولت وتعملي غرزة حشو. وهنا كمان هتدخلي تعملي غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها هتدخلي تحت الحلقتين كده، في حلقة من قدام وحلقة من ورا علشان ما تدخليش توسعي الغرز اكتر، بتدخلي فيهم وتعملي غرزة حشو. هتمشي السطر ده كله بغرز الحشو عشان نساوي القطعة دي كلها. همشي لحد هنا وهنرجع نكمل مع بعض. كده حبايبي اكون خلصت الدور كله بغرزة الحشو، هنبتدي ان احنا نقفل الدور ده بغرزة منزلقة. هنبتدي ندخل تحت الحلقتين هنا ونقفل بغرزة منزلقة، وعلشان نرتفع دور جديد هنرتفع سلسلة وهنشتغل في الحلقة الخلفية بغرزة الحشو. كل غرزة بتقابلنا هنشتغل في الحلقة الخلفية. كده هشتغل برضو في الحلقة الخلفية. انا الدوران كله اشتغلته في الحلقة الخلفية، وبرضو القاعدة من تحت خالص هنشتغل في الحلقة الخلفية يعني هلفها كلها من اول ما ابتدي لحد ما اجي اقفل الدور، وهشتغلها في الحلقة الخلفية. كده انا خلصت الدور كله في الحلقة الخلفية، هنبتدي نقفل هنا تحت الحلقتين بغرزة منزلقة، وهنرتفع سلسلة. الدور ده كله هشتغله تحت الحلقتين بغرزة الحشو، هنشتغل غرزة حشو تحت الحلقتين الدور كله لحد ما اقفل السطر.
انا كده خلاص خلصت الدور كله في الحلقة تحت الحلقتين. هنقفل الدور بتاعنا بغرزة منزلقة تحت الحلقتين، والدور ده كله همشي غرزة منزلقة، كل حلقة هدخل تحتيها كده وهعمل غرزة منزلقة بالشكل ده. كده خلاص انا خلصت الدور كله بغرزة منزلقة لحد ما ابتديت هنقفل هنا خلاص السطر مع بعض. كده انا هشد الخيط علشان اثبت الخيط بتاعي. كده حبايبي هنبتدي نعمل الجيب بتاع الشنطة من قدام. هبتدي اعمل عقدة بداية وهنشتغل عليها 16 سلسلة، يعني المجموع كله هيبقى 17 سلسلة. كده انا معايا 16 سلسلة وهنعمل عليهم سلسلة ارتفاع هتبقى 17 سلسلة. هنلف الشغل بتاعنا، هنلاقي في الخلف كده نص دايرة هندخل فيها نعمل غرزة حشو، واللي بعديها برضو النص دايرة دي هنعمل فيها غرزة حشو. هنكمل بغرز الحشو لحد آخر السطر. انا كده خلاص خلصت الدور كله بغرزة الحشو. هنجيب القطعة بتاعتنا ونقيس عليها الجيب اللي احنا هنعمله. احنا كده كده لسه هنسويه من الجناب فهيبقى مظبوط. هنرتفع سلسلة ونلف الشغل ونشتغل غرز حشو تحت الحلقتين. انا كده وصلت لحد اخر السطر، وفي هنا اخر غرزة ما تنسيش تاخديها، بتدخلي تحت الحلقتين وبتعملي غرزة حشو. وهنرتفع سلسلة ونلف الشغل ونبتدي دور جديد، وهكذا هنبتدي نشتغل غرز حشو تحت الحلقتين لحد ما نخلص الدور كله. وهنرتفع بعد كده سلسلة ونخلص الدور بغرزة الحشو. انا هعمل قطعة الجيب المناسب وهرجع اقول لكم انا عملت كام سطر. كده حبايبي اكون خلصت الجيب، اشتغلت 8 ادوار عاملين معايا 16 سطر رايح جاي، عملوا معايا 8 ادوار. هنبتدي وهنحوطها كلها بغرز الحشو، هنحوطها كده بغرز الحشو ما عدا طبعا من فوق. هنبتدي نشتغل هنا غرزة حشو، والنص دايرة دي هندخل فيها نعمل غرزة حشو. كمان هندخل فيها نعمل غرزة حشو اللي هو تحت الحلقتين بالشكل ده. وهنا كمان في النص دايرة هنعمل برضو غرزة حشو، وهنا تحت الحلقتين وبعديها في النص دايرة وفي الحلقتين وهكذا لحد ما بنخلص الدور كله. وبكده اكون خلصت السطر كله بغرزة الحشو. هنيجي هنا في الغرزة دي وهنعمل 2 غرزة حشو في نفس المكان.
وبعد كده هنمشي تحت الحلقتين كده، كل تحت حلقتين هنعمل فيهم غرزة حشو. بالشكل ده هكمل السطر، كل حلقتين هنعمل فيهم غرزة حشو، وفي الكورنر ده هنعمل 2 غرزة حشو، وهكمل لحد ما اوصل لاخر السطر. انا كده حوطتها كلها بغرز الحشو بالشكل ده كده، هنا غرزتين وهنا غرزتين علشان تدي كيرف معايا. وهنا خلاص هقفل الدور بتاعنا، هنشتغل هنا اخر غرزة اللي هي غرزة حشو، وبعد كده هنقفل بغرزة منزلقة، وهنرتفع سلسلة ونلف الشغل بتاعنا، وهنشتغل في كل حلقتين هنشتغل غرزة حشو، يعني هنرجع على اللي احنا اشتغلناه الدور اللي فات، هنرجع عليه كله بغرز الحشو، بس مش هنعمل تزايد في الجناب، احنا هنشتغل تحت كل حلقة غرزة حشو. وبالشكل ده انا كده خلصتها كلها لحد اخر غرزة، وفصلت الخيط، هثبت بس الخيط بتاعي. انا كده خلاص خلصت الجيب، فاضل بس معايا ان انا اعمله قلاب. هيبقى قلاب بيضاوي بالشكل ده كده، عليه ينزل عليه بيضاوي. هنبدأ ونعمل 5 سلاسل وعقدة البداية. عقدة البداية هنعتبرها سلسلة، وهنرتفع عليهم 5 سلاسل، يعني المجموع كله 6 سلاسل. بعد كده هنشتغل غرزة حشو في اول سلسلة، وتاني غرزة هنشتغل فيها برضو غرزة حشو، ادي تالت غرزة حشو، رابع غرزة حشو، وخامس غرزة دي هنعمل فيها تزايد، هنعمل فيها 3 غرزة حشو. ادي 1، وهكمل تاني غرزة، وادي تالت غرزة، وهشد الخيط بتاعي حلو قوي كده. انا عملت 3 غرزة حشو، وهنشتغل 4 غرز حشو. ادي 1، 2، 3، 4. بعد كده هرتفع سلسلة ولف الشغل بتاعي، وهشتغل 4 غرز حشو. ادي اول غرزة، 2، 3، وادي رابع غرزة حشو. بعد كده معانا 3 هنتزايد فيهم، اول غرزة هنعمل فيها 2 غرزة حشو، اللي بعديها برضو هنعمل فيها 2 غرزة حشو، وتالت غرزة هنعمل فيهم 2 غرزة حشو. هيتبقى معايا 4 غرز. انا كده عملت 3 غرز، كانوا 3 بقوا 6 عشان تزايدنا فيهم، كده اتبقى معايا 4 غرز حشو. ادي تاني غرزة، وتالت غرزة، وادي رابع غرزة. الدور اللي بعده هنرتفع سلسلة ونلف الشغل بتاعنا، وهنشتغل 4 غرز حشو. ادي 1، 2، 3، 4. وبعد كده هبتدي التزايد بتاعي، هعمل هنا غرزة تزايد، يعني 2 في نفس المكان، واللي بعديها غرزة فردي واحدة بس، وبعديها 2 في نفس الغرزة، وبعد كده غرزة واحدة، وبعد كده 2 في نفس المكان، وبعد كده غرزة واحدة، وهيتبقى معانا 4 غرز. انا كده عملت 3 تزايد، غرزة تزايد وغرزة فردي، هنا اتبقى معايا 4 غرزة حشو. ادي 1، 2، 3، 4. انا كده ارتفع سلسلة والف الشغل واشتغل غرز حشو، واعمل التزايد بتاعي بالظبط زي ما عملت هنا في جسم الشنطة، وبعد كده هكمل لحد ما توصل معايا القطعة على قد الجيب.
اول ما احس ان هي بقت قد الجيب كده خلاص تمام. انا كده خلاص خلصت القلاب، عملت السطر الاساسي واشتغلت فوقيه 6 ادوار. هبتدي اقيس الطول بتاعها. الطول بتاعها عامل معايا 9 سنتي، والعرض بتاعها عامل 11 سنتي، والجيب برضو عامل معايا العرض بتاعه عامل 13 سنتي، والطول بتاعه عامل 10 سنتي. بعد كده هنمشي السطر ده كله بغرزة الحشو علشان نساوي القلاب بتاعنا. في نفس المكان هنعمل هنا غرزة حشو، والنص دايرة دي هنعمل فيها غرزة حشو، وتحت الحلقتين زي ما شرحت قبل كده هنعمل غرزة حشو. هكمل السطر كله بالشكل ده بنفس الطريقة. كده انا خلاص خلصت السطر كله بغرزة الحشو، وهبتدي اقفل السطر بتاعي تحت الحلقتين بغرزة منزلق، وهفصل الخيط واحاول ان انا اثبت الخيط بتاعي. كده احنا اشتغلنا قطعة القطعة دي، واشتغلنا كمان قلاب صغير، واشتغلنا الجيب. كده فاضل معانا بس قطعة كمان زي دي بنفس الطريقة بالظبط ونفس عدد الغرز انا كنت عاملاها، هي هي بالظبط، علشان احنا هنجمعهم. دي نص شنطة ودي ظهر ودي امام، وهنقفلهم بالشكل ده. انا الخيط المره دي طالع طري معايا، مش يعني اللون ده كنت محتاجاه وما لقيتش منه ناس ماسك نفسه شويه، فانا هدعمها ببوري. البوري انا قلت عليه قبل كده ده زي فرش الشوزات، بس هو بيتباع فرخ كبير، وانت طبعا بتستخدمي بتقصي زي ما انت عايزه. انا قصيت على قده بالظبط.
هنبتدي ان احنا نقفل الشنطة بتاعتنا بخيط السنارة. وبكده اكون قفلتها كلها، بس خلي بالك اعملي حساب طبعا السوسته من عند الجيب كده بتبتدي تخيطي، ومن الاتجاه التاني بتسيبيه علشان بس تركيب السوسته. ودي ده الشكل التقفيل. انا كده خلاص ركبت السوسته، هي تركيبها سهل جدا. انا مرضتش اطول عليكم الفيديو، انا مركبه السوسته كذا مره قبل كده، وفي فيديو مركبه فيه السوسته هسيبه لكم في صندوق الوصف. فاضل بس ان انا اقص السوسته من الجنب. هعمل القطعه دي زي يد للشنطه من فوق، هي قطعه حبل لاسيه روماني. انا هسيب لكم برده الطريقه في صندوق الوصف. هي عامله معايا 11 سنتي، اليد هتبقى من فوق كده يد صغيرة، ممكن ما تعمليهاش لو انتي مش حابة. انا عملت لها حبل لاسيه روماني، انا عاملاه فيديو هسيبه لكم في صندوق الوصف. وهنجيب حلقتين سهله الفتح هنركبهم في الجناب. لو انت عاملاها ظهر ممكن تركبي 3 حلقات في الظهر، لكن لو انت عاملاها كروس بتعملي لها حلقات في الجنب.
وده الشكل النهائي حبايبي بتاع الشنطة، شكلها حلو جدا، شكلها شيك قوي، هتعجبك جدا. خدت مني 350 جرام خيط، وما خدتش وقت كتير، هي من جوه كويسة، مش ضيقة، هي شنطة كروس، عامة الكروس بيبقى صغير، بس دي هتشيل معاكي، ممكن تشيل معاكي موبايلين او تشيل معاكي موبايل ومحفظة، وهنا في مكان للفلوس او تحطي فيها كروت، يعني هي عملية وخفيفة في نفس الوقت. يا رب يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي لي الجرس وسيبي لي كومنت قولي لي رأيك ايه في الفيديو، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.